بدليل ان انت من يومين يا استاذ زين كنت بتتكلم في سفر نشيد الانشاد وبتقول اشرحوا لي آية ليقبلني بقبلات فمه. حتشرح الناس، انت حتدخل 20 موضوع في موضوع. لا بس انا عايز اوضح لك ان هذه الآية غير موجودة في العهد القديم كله، ليقبلني بقبلات فمه، واتحداك نعم، غير موجودة. ادينا نشيد الانشاد اصحاح الاول، يا ريت تقرأ الآية. الآية لا تقول ليقبلني بقبلات فمه، تمام ماشي. ليقبلني بقبلات فمه، هذا ما قلته أنت، كلام ده خطأ. هذا خطأ. طيب أقرأ الآية قدام الناس وأتحداك أن بص اقرأ اقرأ تمام. أمام الناس. طب كويس، ليقبلني بقبلات فمه، مع أنها في ترجمات تانية ليقبلني بقبلات فمك. طيب يعني مين المخطئ الآن؟ تمام، أنا أخطأت في دي. الكسفة اللي أنت فيها يا حازم غير موضحة بالقرآن والسنة. فأنا بسألك سؤال آخر، بقول لك هل الله أيضا منتقم؟ إحنا بنعتبر الله غير منتقم. تعطينيش نص من الكتاب المقدس، أعطيني نص، أعطيني رد من الكتاب من كتاب القرآن. أنا سؤالي من الكتاب الإسلامي المقدس إذا. يا رجل، اسمعني اسمعني يا رجل، يا عليك ده أنا بهزر. عيب عليك، أقسم بالله. شو ماله؟ شو الرب إله غيور ومنتقم، هذا في كتابك في سفر نحوم. النصارى أتمنى مرة واحدة فقط يأتي النصراني بشبهة غير موجودة في كتابه أو منتقد. عيب طيب عليك يا زين، أنا نعم بسألك الله. سؤال ماشي عشان متابعينك يتابعوا. خلص طيب، أول شيء معنى المكر هو التدبير في الخفاء، أو دقيقة من معنى دقيقة، أيضا إذا أنت متفق معاي، دقيقة، إذا أنت متفق معاي أن المكر معناته الخداع، فهل تقبل أن تصف الله بالمخادع؟ تفضل. لا 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 لا، ماكيش علاقة بالكتاب المقدس، والله أنا كنت بدي أتفق معاك على هذا الشيء وما شوف ده شو فتحت. هات هات وريني، خليني أقرأ. أيضا هذا في كتابك. ها فقلت يا سيد الرب، حقا أنك خداعا خادعت هذا الشعب. استغفر الله. حقها يهوذا وقال هي يهوذا. شو قالت؟ قال يهوذا هي أبرأ مني، أبرأ مني يا شيخ. كل هالشيء اللي صار مشان أبرأ. بص لها أراها كويس. طيب اقرأ الكلمة كويس قبل ما تشرحها. طيب يا شيخ يا حبيبي. اقرأ الكلمة كويس. أبرأ مني، أبرأ مني. اقرأ الكلمة كويس بقى. هي أبرأ، أبرأ، ما فيهاش همزة. أبرأ مني يا شيخ. أبرأ ما معناها يا شيخ؟ أبرأ. هنعلموكم القراية كمان. أبرأ. إن هي بريئة، إن هي بريئة. قال لي إنه رأى في أخطاء لغوية في القرآن وأراد يعني إنه يعطينا مثال اليوم، فقلنا نسمع ماذا يقول. لكن قبل أن نسمع ماذا يقول، الذي يريد أن ينتقد شيء، اسمح لي بس هذه الكلمة يا أستاذ ياسر، الذي يريد أن ينتقد شيء لابد أن يحسن أولا قراءة هذا الشيء. يعني حاليا يريد ان يخرج الاستاذ ياسر اخطاء نحويه من القران الكريم كما يزعم. طيب هل هو يحسن قراءه القران الكريم؟ لذلك انا اريد منه تلاوه عابره الان من ايه واحده او ايتين فقط في سوره النساء. انا معك الصوره حاليا يا استاذ ياسر على الخاص، يا ريت تقرا هذه بس هذه الايه فقط امام الاخوه على البث، وبعد ان شاء الله تقول مداخلتك. ممكن؟ طيب خليني بس اقرا عليها. ارسلت لك الان على الخاص وانت رايتها. نعم تفضل ابدا في قراءه. انا اقرا الايه كامله. هذا الصرح بس يعني قليله اصلا. ان يدعون من هذا اعد ما سمعت. أن يدعون من دونه. إي يدعون، إي مش آ. فضل كم. إن يدعون من دونه إلا إثنى إناثا. وإن يدعون إلا لك يا شيخ صعب علي. لا كمل كمل، ما أنت اليوم تريد أن تخرج لنا حالة حقيقية. لا لا كمل كمل، لا لا جل من لا يخفي. طيب فضل كمل. ما سمعت والله صراحة، أنا أعترف فيه يعني ما لا أستطيع أن أقرأ مثل بس أكمل. أنت مزلت على فكرة الأول سطر، هو سطر أصلا سهل جدا على فكرة، بس أكمل أكمل لا عليك أكمل.
يدعون من دونه إلا إناثا لعنهم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إلا شيطانا مريرا مريدا لعنهم مريدا الله من. مريد لعنه الله وقال ألا تخذن لأتخذن لأتخذن مفروضا لأتخذن لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وليضللنهم ولأضللنهم ولأمننهم ولأمنينهم خلص يا شيخ ما بقدر عليها voy a la playa había subido la marea eso eso وما مصدر كلامك عندما قلت للناس ان فاطمة لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تعطي مصدر وتثبت لمشاهديك الان انا بقول انا ما كنتش متاكد انا قلتها بناء على الاخ الاسمر وسام كيف تعرف شيء انت الان طلعت يا استاذ يوسف طلعت في شيء حساس ممكن يضل هذا الكلام يضل اشخاص بسطاء طب خلاص انا هقولها لك طيب انا هقولها لك طيب هل ام محمد هل محمد رسول الاسلام نحن نتكلم عن فاطمه نحن نتكلم عن فاطمه انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل ان يبعث اصلا جاوبني طب بعد اذنك طب جاوبني طيب زي ما بجاوبك جاوبني هل انت ما جاوبني اعطيني مصدر عن كلامك عن فاطمه انها لم تؤمن انا اعطيتك مصدر انها مؤمنه انت هجيب لك المصدر بس تجاوبني يا ريت تحترمني وتجاوبني بعد اذنك لما اسالك سؤال تجاوبني زي ما انا بجاوب مع انك ما جاوبتش بس اتفضل جبتها منين قلت لك انا ما اعرفش المصدر لا ده من عندنا كده جدعانه يعني ودي غلطه مني انا بعترف بيها امام الجميع بس انا بسالك سؤال ترد عليا بعد اذنك اتفضل اوكي طيب اول حاجه هل ام الرسول كانت تؤمن بيه هي توفيت قبل البعثه كيف تؤمن بيه اصلا قبل ان يرسلها الله توفيت لكن اعطيني نص واحد من القران يقول انه يؤمر بالسلم اي اكو سلام نص واحد من القران لا تعطيني احاديث يعني اعطيني ايه واحده من القران من السلم نشوف انه اعطيك الان نعم تريد ان اعطيك الان ايه اعطيني ايه واحده وان جنحوا وان جنحوا للسلم فاجنح لها وين هاي الآية مكتوبة؟ في سورة الأنفال. أوكي. صحيح البخاري ليس تاريخي. صحيح البخاري أصح من كتابك المقدس. وهذا تحدي لك. ما عبنا صحيح البخاري ليس يعني أصح ليس من كتاب. يعني موثق تاريخي. تاريخي. كسند تاريخي صحيح البخاري. أنا لست يعني والله عليك تصدر آية الرجم أكلتها معزة يعني الله يخليك أزين خير الله يعني إحنا بالقرن 21 والله العظيم يعني أنا ما اسمعني بس يا اسمعني يا عادي والله العظيم لو طلعت لي الآن من صحيح البخاري أن آية الرجم أكلتها الماعز أقسم بالله لك أمام المشاهدين الآن صحيح البخاري كاذب لو طلعت لي آية الرجم أكلتها الماعز من صحيح البخاري تحدي لك أمام الجميع الآن طلع من صحيح البخاري أن آية الرجم أكلتها ماعز فضل هاي أنا منتظرك حتى أبين لك أن الكنيسة تخدعك وتخدع أمثالك يلا طلع من صحيح البخاري أن آية الرجم أكلتها ماعز سنة.com هاي سنة.com لا هاي حق معك فيها مو موجودة هاي كلامك مزبوط ما أحب الكذب بس إنه هاي مش موجودة بس معنى الحكي إنه يعني في شغلات يعني ما لا في شغلات وما في إذا مرة ثانية رجاء لو سمحت لا تفتري أكاذيب قبل أن تتأكد
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.